السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم، معاكم احمد حسن من جلوبال روبرتيز جروب. احنا النهارده في احد المصانع بنستلم احد الماكينات لاحد العملاء. الماكينه دي بتعمل عمليه لحام لاي علبه كرتون، بمعنى ان انت ممكن تعبي اي منتج داخل اي علبه من الكرتون او الورق، والماكينه دي تقوم بعمليه لحام الغراء وقفل العبوه نفسها. زي ما انتم شايفين الماكينه اللي ورايا دي مباشره هي ماكينه بسيطه جدا. كل اللي بتعمله الماكينه هي بتعمل عمليه وضع الغير على جوانب اي علبه كرتون، وبتعمل عمليه اغلاق للعلبه نفسها بحيث ان هي يطلع شكلها النهائي شكل مناسب زي كانها متعبيه بالظبط بماكينه اوتوماتيك. طبعا الماكينه دي انت بتعبي الكراتين جاهزه يدوي، وبعد كده بتحطها في الماكينه دي. الماكينه دي بتحط الغيره وبتلزق الجوانب. يعني مثلا دي علبه كرتون، العلبه بتكون جايه كده طبعا من المطبعه، بتفتح العلبه طبعا بتعبي فيها المنتج اللي انت عايزه. طبعا احنا هنا النهارده هنعبي فيها مناديل، او العميل طالبها ان هو يعبي فيها مناديل. طبعا بعد ما بعبي الكرتون باي منتج انا عايزه، ابتدي ان انا احط الكرتون بالشكل ده داخل الماكينه، والماكينه بتحط الغيره من الجوانب من هنا، وبتبتدي عمليه القفل او الاغلاق نفسه، وبتطلع الكرتونه في الشكل النهائي زي ما هنشوفها مع بعض. الغيره ابتدت ان هي تبقى سائله في المكانين هنا اهو. هنا درجه الحراره تقريبا 170، او متوسط درجه الحراره هنا في اليمين واليسار 170، زي ما انتم شايفين هنا بالاحمر 170 175 في الحدود دي. تبتدي ان احنا نشغل الماكينه، تكون الغيره بالكامل تحولت للحاله السائله. طبعا هنا زي ما انتم شايفين لو عندنا اكتر من علبه او اكتر من صندوق، طبعا بندفع العلبه كده اهو. كل ما كان سرعه العامل نفسه سريعه زي ما انتم شايفين كده، كل ما تكون الماكينه سريعه. بالشكل ده، وبتطلع هنا العلب بالطريقه دي جاهزه هنا، هي متغلفه بالشكل الجميل دون اهو. الغيره هنا طبعا بيكون ماسك جدا اهو، ده طريقه الغيره هنا اهو. طبعا زي ما انتم شايفين هنا طريقه الغيره ماسك جدا اهو بالطريقه دي. لان في بعض انواع الغيره ما بتكونش ماسكه بالطريقه دي، زي ما انتم شايفين الغيره دون ماسك بالطريقه دي. كل العلب بنفس الشكل اهو، لو فتحنا دي كمان اهو، كل ما كان نوع الغيره كويس كل ما كانت العلبه ماسكه بالطريقه دي والاغلاق بتاعها محكم اهو. بالنسبه لاستهلاك الطاقه، الماكينه دي بتستهلك طاقه حوالي 2.3 كيلو وات في الساعه. حجم الماكينه زي ما انتم شايفين الماكينه صغيره جدا، تحتاج مساحه حوالي متر في متر ونص بس. الماكينه هنا سرعتها حوالي من 50 الى 60 علبه في الدقيقه، ده توقف على سرعه العامل نفسه اللي بيشتغل على الماكينه. لو العامل بطيء الماكينه هتبقى بطيئه لان هي ماكينه نص اوتوماتيك، لو العامل سريع اذا الماكينه هتبقى سريعه. الماكينة ما بتحتاجش غير مصدر كهرباء، وبتحتاج مسألة الغيرة. الغيرة بيجي على شكل حبيبات، بيكون جاف. الماكينة بتحتاج 30 دقيقة في كل مرة بتشغلها علشان تعمل عملية إذابة للغيرة نفسها. طبعا الماكينة هنا بتعمل أكتر من حجم وأكتر من مقاس، نقدر إن احنا نتحكم أو نضيق أو نوسع القوالب اللي بتيجي مع الماكينة، بحيث إن هي تقدر إن هي تعمل أكتر من حجم وأكتر من مقاس. متوسط أسعار الماكينات هنا بيكون حوالي 3500 دولار. ماكينه بسيطه بتوفر في العماله، بتوفر في الوقت، بتطلع المنتج شكله مناسب وشكله كويس. ان شاء الله اي حد عنده سؤال او استفسار عن ماكينات التغليف او التعبئه او عن ماكينات المناديل بشكل عام، ان شاء الله يتواصل معنا مباشره على الرقم الموضح على الفيديو، او شرفنا في مقر شركتنا في الصين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله انتظرونا في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.